الخروف اسمع شي حفاش بقاو دوك كيقول مولاهم 14 و400 720 درهم هادو 8200 8200 جوج مزيانين وجوج صغار اي 410 درهم وكلشي الله هادي 11 شونس تبارك الله 575 درهم الله يرحم الوالدين 575 الله يجيب تيسير الله يخطيك الله يرحم الوالدين صوت 65 حديث بتاريخ 20/10/2022 تحياتي لجميع الاخوان نشوفوا هذيك راه تبعت الخرفات الله يسخر الجميع شوفوا اثمنة الخرفة تبارك الله يا الناس شحال اخرى باش تسالي 11400 11400 570 درهم شحال خلينا هذا اول حاج بارك عليك بارك عليك اول حاج الله يسخر شحال خلي باش شحال باش تبيعها 14700 درهم تبارك كاين الثمن في الخرفه الاخوان خير موجود تبارك السلام عليكم شحال خلي نقول 17000 الله يسخر ديال نور 850 درهم الله يجيب تيسير الله يرحم الوالدين قهوة 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 شحال الخروفة تاع خالي؟ 11 شونس 575 الله يجيب تيسير امين الخرفان شحال؟ 23 قل 200 1140 درهم كاين المليح تبارك الله تما الحمد لله اللهم لك الحمد الله يسخر الله يجيب تيسير الجميع الله يسلمك صباح الله هذه ولد جويجه سعد ديك هذه معيزه ديال الخمر الله يسخر ولد جوج اش دايره في السي سداسيه الكره شحال عطاو فيها 24 1200 درهم 1200 درهم صباح الله ولد الكره جوج 1200 الله يسخر نجاة تبارك الله موجود الله ونس الإخوان بعض المتتبعين تيسولونا على حسابات متى تصورت العنزي غالبية ديال العنزي الإخوان متلقاوش من مالك انا راه بيان هذا الله يسلمك شحال الراي شحال هاد الزويجات؟ سمعي السيد عطيتو 200 درهم ديال المعاش 10 ونص 10 ونص عطيتي 200 درهم الله يسخر وهادو ماشي ديالك؟ لا ما ديالكش ماشي ديالك اهلا اهلا كي داير؟ لاباس عليك الله يحفظك كيف بقيتي شويه الله يسخر اللهم يسير الله يسهل اللهم شحال فيهم خمسه؟ خمسه الله يسخر خمسة ديال جديات 10 ونص واش داهم عطا 200 درهم ديال المعاش 525 ايوا ايوا راه حنا الدماغ قال فيهم تقريبا شي 20 درهم في الحلقة الله يسخر الله يرحم الوالدين كاين شرايط